اسمح لي، السوق يطيح ولا ما يطيح؟ ما يطيحش السوق يطيح. بالعكس اسمح لي 200% وش يطيح؟ 200% يطيح. اسمح لي انت، السوق يطيح ولا ما يطيح؟ يطيح 100%. وعلاه يطيح؟ دوك نفهم لك وعلاه يطيح. مهما كانت الظروف على بالك يا لا كريز، يقولوا دينار هابط وهذه ما كاش من هذا، يجي نهار وين يطيح دون دو موا باذن الله يطيح. كاين دي كونسيسيونير اللي رايحين يجيبوا يدخلوا، كاين هضروا مي مع لا موان 300 فهمت. ما تقوليش على البارح برك، ما نروحوش البعيده. مي حنايا دائما نقولوا ما يطيحش، وعلاه؟ اسمح لي، وانت يا راك تقول ما يطيحش، على ما يطيحش؟ على ما يطيحش الى خاطر الهي غالين. تتبيع؟ انت تبيع؟ انا نبيع ونشري. وعلى ما يطيحش؟ على ما يطيحش يا ملورو، مش هابط راه طالع. انا سمعت طالع سي بوا يدير 280 الهي. ليه دير 200؟ ليه دير 280 كي تخلص عليها التيفيه وزيد تعاود تجيبها يطيح لك هنا اكثر من السومه اللي هنايا. ما قبل ما روتي كنا نشري فيها ب 25 مليون ويحلوا 2008. شحال كنت تشري فيها؟ فهمني، ودوك هذيك ماروتي 2011 لاحق حتى 90 مليون يقول لك ما نهضرش بها. دوك يهبط، ودوك احنا ماذا بينا ان شاء الله يهبط. ماذا بيا انا ان شاء الله السوق يهبط، باش الزوالي ان شاء الله الزوالي اللي عنده 20 مليون 25 مليون يشري طوموبيل. 25 مليون يقول لك نجيب لك 25 مليون العام الجاي تعيد بها. تجي جايه كم تعيد بها؟ 25 مليون تسعيد هذا العام الجاي نشروها كم تعيد؟ لا ما نشريوش 25. انت تشروه يا الاخ العزيز؟ انا نشري على حسب مقدوري، على بالك. اما لا دون سي كونديسيون ما نشجعكش.